مسؤوليتي، جماعة النهضة، جماعة الكراسي، جماعة السياسة، قول لهم طلوا علينا نحن والجاربين. أنت مش عندي الكراسي متبندرين فيها وتتعاركوا على الكراسي وتتعاركوا على كل شيء في مجلس النواب وكل شيء نتفرجوا فيه قول، والفلوس نتاع الشعب الكل كليتوه وما عملتوا لنا حتى شيء. كياسات نجوا ندخلوا الماء، كل حد يقول لك برا دخل من براسه، قاعدين بلا ضو، قاعدين بلا زيكاوات، قاعدين بلا كياس، اعملوا لنا حل. رئيس البلدية، نسع رئيس البلدية هي لو نحملها مسؤولية، مسؤولية تامة، خاطر هي شات الكرسي وجات غادي وقعدت. ما تدورش هنا الجهة هذه سيدي صالح لك واليش ما تدورش فيها وما تجيش. جت مرتين للواد، أنت نعمل زقوات كانت الكاس على طول مشت عليها وخلتها، نعملوا زقوات نعملوا حتى ولا نهجة ما دارتش حتى نهج وما جاتوش. الزبلة ماكلتنا، الشوك ماكلنا، الحنيش في وسط الديار في الصيف نظلوا خايفين زرين نظلوا نضرقوا فيها من بلاصة لبلاصة، الفيرين كل شيء الماء. جميع الزبلة اللي جيبوا فيها هما من شو اسمه من طاليا ويردموها فيها في 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 الواحد يزو عليها في الفلوس، نحن تو زبلة كيك. نحملها مسؤولية تامة، الشعب كامل زيد، الشعب كامل يحملها مسؤولية تامة. راه ملكان مجوش وعملوا لنا حل، راه باش تثور ثورة أخرى، ثورة على الغنوش يتنحى من بلاصته. أي وخلي يجي يهزوني، أنا مواطن، وخلي يجوا يهزوا جماعة الكراسي يتعاركوا على الكراسي ويتعاركوا على الفلوس يهزوا فيها نتاع الشعب الكل يهزوا فيهم، ونحن نشوفوا الجارين، أولادنا في كتسم المطر مش يقروا. اللي يشري صباطه 3-4 أيام يتقطع، ديارنا معبيه بالماء، ردمنا واحد عنده يقول لك باش نجيب الكريفيه واحد ما عندوش، والخمج كله داير بيننا هنا في سيدي صالح الكواليش.